صاحبنا اتولد ومات في إيران، بس عاش طول حياته في العراق. صاحبنا عاش 32 سنة بس، لكنه أعظم اللغويين على مر العصور. صاحبنا فارس الأصل، لكنه بلا منازع هو إمام النحو وشيخ العربية. أكيد ممكن تستغرب أن واحد فارس الأصل عاش 32 سنة بس يبقى هو حجة العرب وإمام العربية. بس ده فضل ربنا يعطيه من يشاء. لو لسه ما عرفتش احنا بنتكلم على مين، فاحنا بنتكلم عن حجة العرب سيبوي. ألف صاحبنا في النحو كتاب قالوا عنه هو دستور اللغة العربية. كتاب صاحبنا في النحو مدرسة ماشى عليها أهل النحو من يومها لحد النهاردة. وسؤالنا مش صعب، لأنه بيسأل إيه هو اسم الكتاب اللي ألفه سيبويه وأصبح المرجع والحجة لكل علماء اللغة والنحو من بعده. يا ترى اسم الكتاب إيه؟ على فكرة سيبويه كلمة فارسية معناها رائحة التفاح. كل سنة وانتم طيبين.